ده اللي بيحصل معايا ده. نفس المكان، نفس الجامع، نفس كل حاجة. الطريق بيتعاد معايا تاني. الحاجات دي انا ما بشوفهاش الا في الافلام الرعب. انا خايف اللي بيحصل ده. ايه ده؟ ايه الصوت اللي انا سامعه ده؟ يا نهار ابيض، هو ايه ده؟ زومبي ولا عفريت ولا زومبي مبتدئ؟ اصل شكله عبيط وكيوت قوي. يا لهوي، يا نهار ابيض، هو المسجد برضه؟ ايه حاجه كده والله. يا نهار ابيض، هو ايه اللي حصل ده؟ وبعدين انت بتقول ابو مين؟ ايوه ابو كلثوم، اصل جوه برد يا ابني وانت عارف. لا لا، انت باينك كده فاهم غلط، انت نازل في الصيف وفي عز الحر يا عمو. بجد والله انا بقول برضه ان الجو حر. معلش يا ابني بقى، اصل محبوس بقالي 30 سنه جوه الابريل ده، وساعه الحماس وكنا في الشتاء. نعم 30 سنة بس؟ لا لا، ده اللي في الأفلام على كده أحسن منك. أنا بشوف في الأفلام بيقولوا 3000 سنة، 300 سنة، أنت جالي 30 سنة بس؟ هم مش 30 أوي يعني، زود جنبهم زيرو. يعني 300 بس؟ طب زود زيرو كمان. أنت بتعلي عليا ولا إيه؟ على فكرة أنت لو عليت أنا هعلي. بس خلينا في المهم دلوقتي، أنت قلت لي في الأول اللي أنت هتحقق لي أمنياتي، الكلام ده صحيح؟ أيوه، بس قول لي بس، هو أنا نزلت فين؟ أنت نزلت في مصر يا عم أبو كلثوم. يا نهار، مش فايق مصر يعني؟ انا دلوقتي في مصر. ايوه نزلت في مصر. في اعتراض على كده؟ لا طبعا، ازاي مفيش اعتراض؟ وانت دلوقتي ليك 3 امنيات، اطلب وانا هنفذ. والله بجد يعني انت هتحقق لي 3 امنيات ويخلصوا وتجددهم لي تاني صح؟ ليه بقى يا اخويا؟ هو حد قال لك ان عراقي اقوى من سهمك؟ تعالى، ما ينفعش طبعا. انا هحقق لك ال 3 امنيات بتاعتك، وبعدين هرجع للمصباح تاني، وبعدين بقى سامع 2 3 10 مليون حد يلاقي المصباح واطلعه واحقق له امنيات، وبعدين هرجع تاني للمصباح. هو انا كده وشغلانتي كده يا ابني. يعني انت كده بعد ما تحقق لي امنياتي هتتحبس تاني وتعيش طول عمرك عبد؟ يعني نعمل ايه بقى يا ابني؟ اخر عيشنا كده بجد والله. ليه؟ هي فيها فلوس حلوه؟ يا عم ما تخلصني بقى، ما تعملش زي بقيه المصريين، انجز عشان اشوف حد غيرك. طب ايه رايك؟ انا ممكن احررك. انت بتتكلم جد؟ بس لا لا لا، مستحيل. امنيه، هتجيب التانيه، هتجيب التالته، وبعدين هرجع للمصباح. يا عم سيبها على الله ونعم بالله يا ابني. ايه ده؟ ايه ده؟ انت ما اتحرقتش ازاي؟ ليه يا ابني؟ ده انا مسلم زي زيك. والله بجد ادعم حلو قوي. صلي على النبي بقى ويلا حقق لي اول امنيه. اول امنيه اللي انا هتمناها انك تطلعني من المكان ده. بس كده؟ ده انت مغمورني. استعد بقى. ايه ده؟ اللهم صل على النبي، ده ايه السرعه دي؟ ده انا في البيت وانت كمان جيت معايا. ما اسيبك يعني يا محمد، وبعدين انا جيت عشان اجيب لك المصباح او الابريق. انا مش عارف هو شكله اتغير مع الزمن ليه كده يا ابني. مش موضوعنا. احلى حاجه بقى حصلت لي النهارده يا محمد، انني بعد ما نفذت لك الامنيه الاولى بقت اتحررت من المصباح وبقيت بمشي زيكم، حتى كمان بلبس زيكم، ورحت كملت الطقم بتاعي. ايه رايك؟ بس طبعا يا محمد بعد اللي حصل كله ده مستحيل حد يشوفه ولا يسمعني غيرك انت يا محمد. قول لي بقى الأمنية التانية عايزها إيه؟ الأمنية التانية بص بصراحة كده أنا جدع، وأنت عارف إن المصريين جدعان، وأنا عايز أعمل واجب معاك عشان أنت شرفتنا ولازم نمشيك مبسوط، فأنا صراحة عايز أحررك.
بس برضه في نفس الوقت عايز حاجات كتير قوي، بتمنى حاجات كتير قوي انك تحققها لي. ما انا عارف على فكره، بس انا جاتني فكره. فكرتي دي ما تتجننش، انت مصري وانا عارف افكاركم كلها كويس، خلي ربنا يستر. لا لا ما تقلقش يا معلم ولا عايزك تخاف، استنى بس دقيقه. شايف القلم ده؟ ايوه ماله؟ انا عايز بقى يا معلم القلم ده اي حاجه اكتبها في الكشكول او على الحيطه او في اي حته يحققها لي، ايه رايك؟ يا ابن الذين ده ايه الدماغ دي؟ انت مصري والله مصري، يخرب بيتك ده انت عفريت، ده انت بقى تيجي تدخل المصباح وتحقق لي انا امنياتي. اي خدمه، يا ريت بس تتعلمه، بس يا عم احقق لك امنياتك ليه؟ حقق لي انت بس امنياتي الاول. حاضر من عيوني. قصة ايه اللي حصل ده؟ بينحكي كده ظبطت. ايه عليك؟ هو انا اي كلام ولا ايه؟ قلت لك ابو كلثوم. عم ده انت تنفح كمان ابو جلابيه، الله ينور عليك. بص بقى الامنيه الثالثه بقى يا معلم، عايز عربيه فيلا فلوس. لا يا عم فيلا وعربيه ايه؟ ما انا معايا القلم. بص بقى الامنيه الثالثه، انت حر، حرر نفسك. ايه ده؟ بسرعة دي؟ يعني انا حر؟ 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 انا مسلم نفسي، انت عرفتني، ياسي ياسي ياسي، انا حر يعني، انا حر؟ انا حر؟ انا حر؟ انا حر؟ ايه ده؟ بسم الله الرحمن الرحيم، هو راح فين؟ يا عم ابو كلثوم لو سمعني، احنا هنشوف بعض تاني. يا سلام، هنشوف بعض تاني، ده انت بس فكر فيا. ما تفكرش، خليني بس ادع على بالك، ما تناديش وهتلاقيني جنبك على طول، وهساعدك وهعمل لك كل اللي انت عايزه. انت مش عارف انت عملت فيا يا محمد، انت حررتني، يعني هتخليني اشوف ولادي بعد 3000 سنه ما شفتهمش يا محمد. استاذنك بقى عشان اروح اشوفهم، وقبل ما اروح اشوفهم قول لي بس ايه رايك في الطعميه الجديده والبنطلون والشنب الجديد ده؟ الجو عندكم نار، ما ينفعش معاك كلاصين. يلا بقى محمد سلام عشان اروح اشوف ولادي. باي. ربنا معاك يا عم، يبقى سلم لي عليهم. يا نهار ابيض، الحقني يا محمد الحقني بسرعه. في ايه يا بابا؟ اهو عبط يا محمد من الصبح واحنا قلبين الدنيا عليه ومش لاقيين، وشكله كده تاه او حد خطفه او عمل اي حاجه. الحقني يا محمد اتصرف بسرعه. طب خلاص خلاص يا بابا، هدي نفسك بس، هدي نفسك. طب هدي نفسي ازاي يا حيوان وانا بقول لك اخوك مخطوف او تايه؟ خلاص بقى يا بابا، قلت لك ان شاء الله هيرجع، ودلوقتي حنان كمان. استنى اخويا حماصة يرجع دلوقتي معانا. بسم الله الرحمن الرحيم، ده ازاي ده يا محمد؟ الحمد لله على السلامة يا حماصة. وحوار بقى يا بابا هرجع ازاي؟ ده حوار كبير هقول لكم عليه بعدين. لا بعدين يا حبيبي، انت هتقول لي دلوقتي ده ايه شغل العفاريت ده؟ وبعدين اصلا انت كنت بره بالعربيه، فجاه بقيت هنا، فجاه رجعت اخوك، فين العربيه انا؟ العربيه؟ يا نهار ابيض، دي العربيه سبتها هناك. سبتها فين يالا؟ هناك يا بابا، بس ما تقلقش ما تقلقش، هرجع لك دلوقتي حالا. انت كمان بسم الله. العربية بتاعت بابا ترجع قدام البيت دلوقتي حالا. انت بتعمل ايه يالا؟ هو ده وقت الكتابة دلوقتي؟ العربية فين؟ استنى بس يا بابا، ما حصلش حاجه في الورقه دي زي حماصه، بس اكيد اكيد رجعت. ما تقلقش يا بابا، قلت لك ما تقلقش، زي ما رجعت لك حماصه رجعت لك العربيه دلوقتي. والله ايوه صح، ده الواد رجع على طول، بس انت برضه هترجع العربيه ازاي؟ ازاي بقى وكيف؟ قلت لك بعدين يا بابا، روح بس شوفها الاول. خلاص ماشي ماشي، هروح اشوفها لما اشوف اخرتها معاك ايه. يا ابن الله يا محمد، انت عفليت. ايه ده؟ هو الواد ده بيشتغلني ولا ايه؟ بقى بيعمل كده في ابوه؟ والله العظيم لا اقتله يا زفت. ده انت ليه انت في سودة؟ انت بتضحك عليا هنا ولا بتشتغلني؟ العربية مش بره. نعم.
نعم الله عليك يا حبيبي. ولا انت شكلك كذاب وشكلها كده العربية عملت بها حتى او اتسرقت منك وما عرفتنيش. ولا بقى Sorry, it's DJ.